نواصل الحديث عن الملف التونسي والأزمة الدستورية في ظل رفض الرئيس قيس سعيد تعديل الوزير الأخير. ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب من تونس الكاتب الصحفي سعيد الزواري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. في ظل تجديد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه تعديل الوزاري الذي صدق عليه البرلمان، إلى أين تتجه الأمور في تونس؟ يعني الأزمة في تونس تعمقت هذا الأسبوع بشكل يعني غير مسبوق. الرئيس يواصل رفضه لقبول يعني الوزراء الجدد لدى اليمين الدستوري، وأيضا رئيس الحكومة لا يريد التراجع خطوة إلى الوراء، ربما هو جهة المبادرة التي قادت بهذا التحوير، وأيضا يعني مصر على بقاء هؤلاء الوزراء، وذهب يعني في أكثر من اتجاه، ذهب إلى المحكمة الإدارية رغم أنها ليست من الاختصاص، وهو يعني قد قام باستدعاء يعني خبراء وأساتذة القانون الدستوري أيضا للتشاور، المزيد من التشاور. يذهب في هذه الأزمة ربما إلى أقصاها، ويعني الأزمة اليوم في أقصى ما يمكن أن تصله من مراحل بين يعني رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وبالتالي فإن يعني حتى لا توجد الآن وسطات ربما تقرب وجهات النظر بين بين الرئيس ورئيس الحكومة. يرى البعض أن الرئيس قيس سعيد يعطل المسار السياسي في تونس، إذا كانت الأزمة فعلا في النص الدستوري لماذا لم يتم الاتجاه إلى المحكمة الإدارية أو أي جهات قضائية أخرى للبت في الموضوع؟ هو يعني في دستور 2014 يعني هناك قاموا ب يعني انشاء او يعني طلب انشاء المحكمه الدستوريه، ولكن طيله 6 سنوات لم تتفق كل الكتل البرلمانيه من اجل ارساء هذه المحكمه، وان كنا في تونس الان يعني لدينا هذه المحكمه فاننا لا يمكن ان نلتجئ الى قرار الرئيس، او الكل سيحتكم الى هذه المحكمة الدستورية، وبالتالي في ظل غياب هذه المحكمة السلطة التي تليها هو سلطة رئيس الجمهورية، ومن حق رئيس الجمهورية هو السلطة الأعلى في البلاد اليوم التأويل الدستور كما يراه مناسبا. المحكمة الإدارية ليست من اختصاصها، هو اختصاص فقط من المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية غائبة وغير موجودة، بالتالي فإن من حق الرئيس على الأقل أن يؤول الدستور حسب ما يراه، لأنه السلطة التي تعدي بعد السلطة بعد المحكمة الدستورية، وبالتالي فإن بقية يعني مكونات المشهد السياسي يبقى رأيهم فقط استشاري، ولا يمكن لأحد اليوم أي جهة، أقصد مع البرلمان أو الأحزاب السياسية أو رئاسة الحكومة، أن تضغط على رئيس الجمهورية، أو يمكن أن تغير من موقف رئيس الجمهورية، أو من يعني عليهم فقط اتباع هذه القرارات في هذه سعيد. إلى أي مدى تظن أن، باعتبارك تحدثتنا هذا من صلاحيات رئيس الجمهورية، إلى أي مدى تظن أن قيس سعيد باعتباره مستقل ولا ينتمي لأي حزب سياسي يطمح لتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن هذه المكونات السياسية الموجودة؟ نعم، هي بداية الأزمة طبعا هو الخلاف الذي دار بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. يعني رئيس الحكومة هو مكلف من قبل رئيس الجمهورية، ولكنه في الأثناء يعني قام بيعني علاقات وباتصالات مع الأحزاب، بعض الأحزاب الحاكمة في البرلمان، بعض الأحزاب التي تملك كتل برلمانية، وأراد أن يجد له سندا سياسيا. هذا الذي لم يعجب يعني الرئيس الجمهورية، باعتبار أنه هو من قام باختياره في البداية على أساس أن تكون هذه الحكومة حكومة تكنوقراط بالأساس، وليس لديه أي خلفية سياسية. هذا المذهب، هذا يعني الطريق لم يذهب فيه كثيرا رئيس يعني الحكومة لعدة اعتبارات، ربما لأنه لولا بقي على تشكيلة حكومة التكنوقراط فإنه لن يمر أمام البرلمان، وبالتالي في البداية قام بتطمينات للأحزاب السياسية بأنه حتى في يعني مرروا لي هذه الحكومة هذه المرة، وسأقوم في الأثناء بتحويلات وزارية أدخل بعض الأطراف السياسية على هذه الحكومة. هذا ما بلغ إلى الرئيس، وبالتالي فإن الرئيس لم يعد هناك أي نقطة تواصل بينه وبين يا رئيس الحكومة، وبالتالي يعني السيناريوهات المطلوبة أو السيناريوهات المتوقعة، إما أن يتراجع رئيس الحكومة خطوة إلى الوراء وإقالة ربما وتخلي عن الوزراء على الأقل المشتبه بهم والذين يحملون شبهة فساد كما يقول الرئيس، أو إما أن يقدم استقالته ويذهب الحكومة تصريف أعمال، وبالتالي تعود المبادرة أيضا إلى الرئيس قيس سعيد في اختيار شخصية أخرى
لقيادة الحكومة القادمة، وإما أن يتم سحب الثقة منه من هذه الحكومة ومن حكومته من البرلمان، وتذهب يعني المبادرة إلى حركة النهضة والحزب الفائز في الانتخابات التشريعية من أجل تشكيل حكومة جديدة. يعني ليس هناك من حل آخر. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي سعيد زواري، حدثتنا عبر الهاتف من تونس.